من 40 سنة لما اتعمل مهرجان القاهرة في أول دورة أيام ما كان رئيس المهرجان كمال الملاخ، الفنانين هم اللي كانوا بيدعموا، الفنانين هم اللي كانوا شايلين المهرجان ده. ما كانش في حاجة اسمها سبونسر، ما كانش في حاجة اسمها موبايلات، ما كانش في الناس اللي بتدخل وتدفع وتعمل، كانوا النجوم هم اللي بيعملوا. كانت الفنانة نجوى فؤاد هي اللي بتلف على الأوتيلات علشان تقنعهم ان يخلوا الضيوف ينزلوا عندهم ببلاش. منورة المهرجان وسعيدة ان انا بسمع الحاجات ديت عن نجومنا المتعاونين اللي بيحبوا عارفين قيمة يعني ايه مهرجان باسم مصر. اولا ازيك، وحشتيني يا بوس بوس. انا كنت طبعا من 40 سنة اجتمعت مع الاستاذ كمال الملاخ، طلب انه هو يقابلني وقال لي نجوى أرجوكي إحنا يعني محتاجينك. قلت له ليه؟ خير إن شاء الله هتتجوز يا أستاذ كمال. قال لي لا، ده أنا أول سنة بنعمل مهرجان السينما الدولي لمصر. قلت له يعني إيه؟ قال لي مهرجان سينما، إحنا ما كانش عندنا مهرجان، فما كانش عندنا مش عارفين فكرة. فقلت له طيب انا ايه المطلوب مني؟ ان انا ارقص في اول حفله؟ قال لا، مطلوب منك انك تدعمي معانا. قلت له اقدر ادعم بايه؟ قال لي الفندق اللي انت شغاله فيه ده، واعتقد ليكي برضو يعني معزه عندهم، فتطلبي لنا 50 اوضه للضيوف اللي جايه، وتطلبي لنا دينر الاوبننج الافتتاحيه، وتطلبي لنا برضو عشاء للختام، ودعمي بقى باللايتس والساوند والحاجات دي كلها. فقلت له بس كده، انا من عينيا الاثنين. فعلا كان يعني طلب من اداره الاوتيل، كان ما اثروش معايا خالص، الا انا عايزاه اديهولي. وحاولت برضو فنادق اخرى اجيب اوض للممثلين، كان انتوني كوين بقى وليزابيث تايلور وكلوديا كاردينال. كلميني عن اول دوره دي، انتوا كفنانين احنا سعادتنا ما كانش لها حدود، وانا كان في سعاده وباور وان انا عايزه ده حاجه بتتعمل للوطن، حاجه عالميه، حاجه هتبقى على مدى السنين القادمه انها تبقى عالميه. فطبعا ما عندكيش فكره، كلنا رحبنا، وعبد الحليم حافظ، الاستاذ سمير صبري، وسمير قام بحاجات كتير جدا الحقيقه يعني، وكان مدام إريس نظمي الله يرحمها، الملاخ، كان يعني الإدارة، كان كل واحد بيعمل كل حاجة، كل واحد بيعمل حاجة. فأقمنا المهرجان ده لمدة 4 سنين في هذا الفندق. كان شيراتون القاهرة. شيراتون القاهرة. فكان من أنجح ما يمكن، وبعد كده انتقل إلى قاعة المؤتمرات وبدأ بقى يكمل بعد 40 سنة. بعد 40 سنة بحمد ربنا إن أنا عايشة يعني وبحضر الدورة الـ40. إن شاء الله يديك العمر وتحضري معانا الـ50 كمان إن شاء الله. عايز أعرف رأيك في إيه بقى في بعد 40 سنة؟ لا يعني بصي، التطور هو جه سنتين ثلاثة كان شوية كده يعني معرفش، ما كانش فيه تدعيم كويس، حاجات كده، رعاة كانوا ضعاف. لكن أنا شايفة السنة دي وأنا قاعدة في بيتي كنت ببكي بالدموع إن أنتوا كلكم موجودين في المهرجان وأنا ما وصلنيش دعوة، ما جاتلكيش دعوة، فكنت ببكي وفرحانة بالتطور اللي حاصل الحقيقة. الأستاذ محمد حفزي عامل حاجات فوق العقل يعني حقيقة. فبصيت لقيت الأستاذ سمير صبري أعلن عن أني أنا كنت من الناس اللي ففاق وبعتوا الدعوة. أنا قلت أن ينصركم الله فلا غالب لكم. فالحمد لله بقيت أبكي من الفرحة ومن فرحتي ان المهرجان افتتاحيته فعلا كان يعني ما كنتش لسه حضرت ندوات ولا اي حاجه، كنت فرحانه جدا ان هو بالشكل ده وبالفخامه دي.
أنا سعيدة بوجودك وسعيدة بدعمك لمهرجان القاهرة، وده مثال للنجوم اللي موجودين على الساحة دلوقتي، إن كل واحد منكم يدعم هذا المهرجان، كل واحد يقدر يقدم حاجة يقدمها، لأن المهرجان ده لا هو مهرجان كمال الملاخ، ولا هو مهرجان سعد الدين وهبة، ولا هو مهرجان حسين فهمي، ولا الشباشي، ولا عزة أبو عوف، ولا مجدة، ولا سمير فريد. المهرجان ده مهرجان مصر، مهرجان السينما المصرية. افتخرت وكانت بتشعر بالفخر نجوى فؤاد وهي قاعدة في بيتها وبتسمع ان هي كان ليها دور في اول دورة ودعم اول دورة. عايزة كل واحدة من الجيل الجديد بعد 40 سنة تشوف ان كان ليها دور في مهرجان القاهرة بتفخر بيه. ما زلنا معكم مع النجوم، مع احلى النجوم، وحفل ختام مهرجان القاهرة الدورة 40. تابعونا.